يلا يلا الموتوسيكل واخد سرعته، لو اضطريت نقف نيجي دايس ايه فرامل واحده واحده كده معايا اهي فرامل اهي. طبعا هنبدا ايه ننزل بالغيار، بعد كده رابع ثالث ثاني. طبعا انا مشغل الاشاره اهوت كده، اللي ورايا عارف ان انا ايه عايز ناحيه شمال، نجري شويه ونعدي المناوره ديت. يلا في سكه اهي هتقف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب. والله يسعد صباحكم لو عندكم صباح، ويسعد مساكم لو عندكم مساء. هنرجع يا جماعه لاول ما بدينا القناه، تعليم الموتوسيكل وشغل الموتوسيكلات، لان انا ربنا كرمني عندي مشاهدين ياما غاويين الموتوسيكلات، ربنا يبارك لي فيكم طبعا كلكم. فطلبوا مني منورات على موتوسيكلات جديده وازاي نعمله منوره، فانا النهارده ان شاء الله جايب لكم موتوسيكل دايون 6 باذن الله ومشيته دايو. تمام، الموتوسيكل ده مصري ان شاء الله، او هو استيراد بس تقفيل ايه تقفيل مصري. هنعمل ان شاء الله هنوريكم بيدور ازاي باذن الله، وهنعمل عليه ايه منوره. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يعجبكم. ما تنسوش طبعا لو الفيديو عجبكم تعملوا لنا لايك، ولو حابب تتابعنا اشترك عندنا في القناه. خليكم معانا، فيديو جميل باذن الله. يا جماعه دي مكنه ان شاء الله دايون 6. تمام، المكنه زي ما انتم شايفينها، المكنه دي تقريبا كده يا جماعه بتعمل على المصري النهارده في حدود 26000 جديده يعني. طبعا دي منافله في الجنب ده، تمام، دي فرامل رجل. المكنه بشكمان واحد، شكلها جميل يعني ظريف من بره. طبعا دي الغيارات بتاعتها، المكنه دي بيبقى اول غيار تحت والباقي فوق، اول غيار بيبقى لتحت والباقي كله بيبقى فوق زي الايه زي التوين كده. تمام، دي طبعا ده الدبرياش، وديت الايه الفرامل اللي هي قدام، او اللي هي الفرامل بتاعت زيت الباكي اللي هي قدام. الشاشه بتاعت المكنه ديت تبقى شاشه ايه، شاشه ديجيتال. تمام، هي كده المكنه من ورا، هندور اهو ان شاء الله مع بعض كده. دورنا يا جماعه، بص الديجيتال اهوت. طبعا الان ده دايما اللي هو بيبقى ايه التمويل بتاعت المكنه. تمام، ديت هنا لما بتاخد الغيار بتاعتها بتقرا فين في الشاشه دي. ديت الخط دوت اللي هو التانك بتاع البنزين، بيعرفك الكميه. طبعا دوت بتاع السرعه، حداد السرعه هندور دلوقتي واحده واحده بس، وهي مطفيه كده ايه نوري لكم الغيار. طبعا احنا لما بنيجي زي ما اتعلمنا قبل كده بنيجي بنمسك دبرياش. تمام كده يا جماعه، هي قرت اول غيار، قرت اول غيار اهي كده. الغيار الثاني اهو، استنى كده عشان مش واضحه، ماشي هات الغيار الثالث كده.
التالت ماشي اهو، ماشي الرابع، خامس، عاوز نلف العجلة، الخامس، تمام. تاني كده يا عم بسيوني، عم بسيوني هيدينا الغيرات بتاعتنا، تمام. دور كده، هات أول غير كده يا عم بسيوني، كده أول غير اللي تحت أهو يا شباب، ماشي، تمام، ماشي. طيب المكنة دي بتدور ازاي؟ أول غير اللي تحت أهو، نور بقى بعد إذنك. المكنة دي بتدور مرش زي ما قلنا وملافل، يعني أنا لو عايز ندور مرش بنمسك ده كده كده على البركة، إيه المكنة دارت اهي، تمام. عايز نبطأ، بطل من الايه، من المفتاح زي ما انتوا شفتوا، تمام. طب انا لو عايز ندور منافلة، تمام. لو عايز بقى ندور مرش، لو عايز ندور منافلة، اسف، عشان برضو تبقوا ايه، هي تضرب هنا ولا هي من ضربة واحدة يا عيني. شفتوا انتوا الحتة دي، دوت بيترفع وبتيجي ايه مدور. لما نيجي ندور مرش يا جماعه، طبعا بندوس هنا مع سنه ايه من هنا كده، طبعا التدويره المرش دي بتبقى ايه للامرجنسي يا جدعان، للايه للطوارئ يعني. هنيجي نبطل من هنا، طبعا المسوجر ده ايه متحرك اهو زي ما انتم شايفين. لو انا عامل كده وعايز نقفل، دي فيها ميزه ان ايه المسوجر بتاعها بيبقى من هنا كده، الجدوم ايه قفل زي ما انتم شايفين اهو، تمام. هنتوكلوا على الله، نسموا الله ونجربه بعد اذنك كده عم بسيوني بالراحه يا معلم. تعال من هنا كده عشان تيجي، طبعا انا هندور قرب بسيوني بعد اذنك، قرب بسيوني بالراحه. انا هندور دايما نمسك ايه الدبرياج كده، المكنه دارت اهي، ده اول خيار اهو تحت كده المكنه اهي. تعالى كده اقعد اسمك يا بسيوني، خدت الاول اهي، ماشي، خدت نمره واحد. هنيجي نطلع، قرب بس عشان الصوت. لما نيجي نطلع كالعاده بنسيب سنه من هنا اهو، مع دوسه من ايه؟ من هنا. تركب جنبي وتركب ورايا كده بعد اذنك، احاول تجيب ايدي ورجلي، اركب. مالك متكتف ليه كده؟ احنا الجماهير بتاعتنا في يعني، ماشي، هتجيب ايه؟ لا هات من الجنب الثاني، هات من الجنب الثاني، ايدي ورجلي، ماشي. يلا هنتوكل على الله اهو، ركز معايا تحت بقى عشان تلف الغرض الثاني. بص يا جماعه الثاني اهو، تروح طالع ايه؟ لفوق، تمام؟ كده الغرض الثاني، اعمله منور اهو، ماشي. هات ايدك على رجلي، ايدك على رجله على الشاشه. الثالث اهو يا جماعه، قرط معانا ثلاثه اهي، يلا بينا. زيرو، يلا بينا الرابع، بص ايدك على رجلي. الرابع اهي، قرط معانا الرابع، تمام. طبعا في عربيه وقفت زي ما انتم شايفين كده اهي، بنيجي عامل ايه؟ ماسك سنه بالفرامل قدام مع سنه بالايه؟ بالفرامل اللي ورا، اللي هي اللي تحت الرجل. بعد اذنك هتبني الرجل الثانيه سنه ايه كده وكده، عشان الناس اللي بتسال ايه لما نيجي نقع، مع ماسكه الايه؟ الدبرياج اساسا. ايه ده كابتن هنا؟ ماسكه الدبرياج ايه اساسا يا جدعان؟ هنطلع برضه بنيجي ايه؟ سايب سنه دبرياج ودازك سيرتين. هنطلع الموتوسيكل خد سرعته اهو، عايز نديله الخامس اهو، هنيجي ايه؟ طلعنا بكده الخامس اهوت، هناخده سرعتنا بقى. في منوره جايه لي، طبعا انا شايف بعيني منوره جايه لي كوبري زي اللي جاي ده. بنيجي ماسك ايه الدبرياج وسن الفرامل ورا على سن الفرامل قدام، نيجي مهدي ونيجي راجع بالايه يا جماعه؟ نيجي راجع ورا كده، ايدك على رجل بسيوني، نيجي راجع كده تاني بالغيارات، نيجي ساب السنه برضه، نرجع بالغيارات ونيجي ساب السنه وايه وفاتح كده اهو. الموتوسيكل خد سرعته، هندي غيار الثالث، نيجي طالع بالايه؟ بالبتاع لفوق، تمام. هناخد نلف برضه واحده واحده اهي، الرابع اهوت معايا، ايدك على الرابع بس، الرابع معايا اهو،
ايدك على رجلي بقى عشان هندوب ده. كده الموتوسيكل خد سرعته الخمس سرعات ماشي عادي. قلنا لو عايزين نقفوا اول حاجه بنعملها بنمسك ايه؟ بنمسك كوبريات. يعني انا هحاول نقف اهو. اول حاجه هنعمل ايه؟ نمسك كوبريات. نمسك كوبريات. هناخد سرعتي في الفرع ليه؟ انا دلوقتي الموتوسيكل لو خد سرعته اهو على البركه يعني كده انا هعمله في الساعه اهو. انا طبعا هنعمل مناوره عشان عايز نلف نرجع تاني. مسكت الابريال مسكت ايه؟ الابريال وفرامل اهي انا عايز نلف هنيجي عاطي ايه؟ اشاره. دي الاشاره ايه؟ دي من هنا الاشاره ايه؟ شمال. تمام كده الموتوسيكل منور اهو. خدت اول غيار طبعا انا عاطي اشاره يا جماعه. انا عديت الملف بتاعي هنيجي مرجع الاشاره ايه؟ مكانها الاشاره ايه بس يوني. هنيجي مرجع الاشاره كده خلاص يلا بينا. ادي كده الثاني اهو الثالث الرابع عطينا الخامس ما الموتوسيكل واخد سرعته انا ممكن نمشي على الخامس. بس لو لقيت نفسي هنبطئ يبقى هننزل ايه؟ هننزل غيار. كده انا نزلت رابع عشان نهدي السرعه شويه. في نزله الكوبري طبعا هندي الخامس وهنمشي كويس في الايه؟ يلا بينا يلا يلا الموتوسيكل واخد سرعته. لو اضطريت نقف نيجي دايس ايه؟ فرامل واحده واحده كده معايا اهي فرامل اهي. طبعا هنبدا ايه؟ ننزل بالغيار. ادي كده رابع ثالث ثاني. طبعا انا مشغل الاشاره اهوت كده اللي ورايا عارف ان انا ايه؟ عايز ناحيه شمال. نجري شويه ونعدي المناوره ديت. يلا في سكه اهي هتقف وانت بتقف تيجي عامل ايه؟ عامل الموتوسيكل الاولاني عشان تبقى قوه الدفع بتاعتك ايه؟ قويه وانت طالع. انا هنعدي طريق اهو ماشي. يلا صور امشيلي تمام يا جماعه. صلي عندنا المنوره وعارفين الثاني اهو. هناخد يمين المرة دي فهنجيب الإشارة إيه؟ يمين. كده الإشارة إيه؟ شغالة معايا على اليمين. يلا بينا. طبعا يا جماعة زيت الباك مشتغل بيه اللي هو فرامل اليد دي. خش كده هات اليمين الثانية دي بس يوني. الفرامل دي بنستخدمها كده إيه؟ باللمسة كده بالصوبة مع الإيه؟ مع الفرامل اللي هي الإيه؟ فرامل الرجل اللي هي دي. دي كده يا جماعة إحنا خلصنا المنورة بتاعتنا على البركة. تمام؟ تمام نوقف طبعا الاشاره بتاعتنا اهي ان شاء الله. دي كده الايه؟ قرب كده بس يوني. طبعا يا جماعه دي نهايه الفيديو. المناوره اللي انتم طلبتوها الناس اللي هي بتحب الموتوسيكلات عملنا لكم مناوره بدايم 6. المكنه دي حلوه بسم الله ما شاء الله وقويه جميله والله وخفيفه يعني. طبعا نتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لنا لايك
ولو حابين تتابعونا اشتركوا عندنا في القناة عشان تتابعوا كل ما هو معانا جديد. متنسوش يا جماعة طبعا منوعات رحالة، قناة متنوعة منوعات رحالة. تحياتي لكم يا شباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوكم سامح الخوالقة منوعات رحالة، كان معكم برضو الايه الجندي المجهول المصوّق وصاحب المكنة اخونا ايه اخونا بسيوني. تحياتي لكم يا شباب.